السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. النهاردة معنا هدية العيد من قناة Free English Tube، قاموس كامبريدج Advanced Learners Dictionary 4th Edition، الإصدار الأخير كامل for free بشكل مجاني من قناة Free English Tube. في البداية بذكركم بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نبدأ مع خطوات تحميل وتثبيت التطبيق. هضغط على الرابط في البوست، هيحول على صفحة الداونلود. هضغط على كلمة التنزيل أو الداونلود، وبعدين أضغط على الثلاث نقاط دول، فتح في متصفح النظام أو ويب براوزر، وبعدين أضغط على اختار الجيميل اللي أنا هفتح بيه، وبعدين أضغط على أداة تثبيت الحزم. يبدأ يحمل معايا التطبيق. بعد ما بيحمل بضغط على تثبيت أو انستول، وبعدين بضغط تم أو فتح عادي. بضغط تم، أطلع كده على الشاشة الرئيسية، حصل التطبيق ظهر عندي هنا. أفتح التطبيق عادي، أديله سماح بالدخول على ملفات النظام، وبعدين هنا بيحولني مباشرة على صفحة الداونلود إن أنا أحمل الداتا اللي هي بمقدار 225 ميجا، وبيفتح معنا قاموس كامبريدج Advanced Learners Dictionary 4th Edition. أضغط على كلمة داونلود وأنتظر حتى يتم تحميل كامل الداتا بمقدار 225 ميجا بإذن الله. بعد ما بيحمل معايا الداتا بيظهر عندي بالشكل ده، بضغط على كلمة Open، وكده مبروك عليك قاموس Cambridge Advanced Learners Dictionary 4th Edition. لو تبحث على أي كلمة عادي ممكن نكتب مثلا كلمة Zoology مثلا. جرب طبعا إن هنشغل الصوت بدون إنترنت في البيانات. ونقفل الواي فاي. Zoology. Zoology. طبعا اليو كي اللي هو النطق البريطاني، اليو اس النطق الامريكي. طبعا بيفتح معانا كامل الفيتشرز وكامل المميزات للقاموس. طبعا قاموس كامبريدج من القواميس اللي هي المعتمدة، طبعا معروف ومشهور على مستوى العالم. في خاصية جميلة هنا في قاموس كامبريدج، على سبيل المثال كلمة ميك بيجيب لي جميع الانتريز الخاصة بكلمة ميك، كفيرب كناون كإيديوم أو phrasal verb، وكل التعريفات وكل الديفينيشنز الخاصة بيها، مع وجود طبعا النطق الخاص بالأمريكان والبريتش إنجليش. لو هضغط هنا على الثلاث شروط دول في اليسار بيفتح معايا جميع الأوبشنز الخاصة بالقاموس. أسيبك تتصفح القاموس وتستكشفه، ولا تنسونا بدعمنا بالاشتراك في القناة سبسكرايب ونشر الفيديو على أوسع نطاق عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.